كابتن هاني، الاداء الهجومي اللي انا بكلمك عليه كل مباراه كويس، ولكن انا عايز اكلمك على، انت شفت الشوط الاول والشوط الثاني تقريبا، احنا شفنا الشوطين شبه بعض تقريبا يعني. فانا هو كابتن عادل قال ايه؟ النتيجه تعتبر مرضيه، ما تكلميش على الاداء دلوقتي، انا هكلمك انت، هل النتيجه مرضيه والاداء مرضي؟ هي النتيجه مرضيه ان انت صعدت دور، ان انت صعدت دور. طب معانا الاجوال، معانا الجول الاول هنحلله الاول تمام، ونبص عليه ونشوف بدايه اللعبه. ممكن تجيب لنا بدايه اللعبه من الاول خالص؟ ده كان في الدقيقه 6 كويس؟ خلي بالك كابتن عادل، انا عايز اقول لك على حاجه، عشان في الدقيقه 6 دي، انت عارف انت بتتكلم في الدقيقه 6 في بدايه المباراه، يعني انا كنادي ترسانه واقف على رجلي صح، وكمان واقف ورا صح. بص بقى الثغرات في نادي ترسانه من الدقيقه 6، نبص تاني عليه، بص بيجروا ورا الكوره، ده طابور فاهم. ادي اللعبه اتلعبت، مروان اتحرك وخد هنا، هو بادجي كان لعبها له، هو اصلا راحت لاجايل مكمل، هو تحرك ودي حاجه كويسه من اجايل، هو تحرك مروان، تحرك مروان خد معاه الاثنين لعيب، هو اللي فتح لاجايل بالظبط، ده هو كان عايزها كمان. بالظبط، هو تحرك كويس مروان في الكوره دي، تحرك كويس، وحتى مروان لو تبص عليه تفاجئ ان الكوره دخلت جون اصلا يعني. ايوه كان هو كان عاوز طبعا ال 1 2 بس بالظبط، كويس ان هي راحت لاجايل يعني. لا طبعا فرقة ترسانة برضو بصراحة تتحسب لها كابتن ايمن ان هم لموا نفسهم تاني الشوط التاني، يعني دي حاجة تتحسب لهم، لان كلنا كنا متوقعين كابتن شريف هيقعوا بدني. بصراحة لا، راحوا الشوط التاني وهددوا مرمى مصطفى شوبير، وكانوا واقفين على رجلهم كويس جدا، ويعني انا شايف ان النادي الاهلي هو اللي صعب المباراة على نفسه. طبعا ده الجون الثاني برضو تعمل يعني احسن من الجون الاولاني طبعا، نبص عليها ثاني برضو ممكن تجيبها لنا من الاول، هاتها لنا من الاول بعد اذنك اهي ماشي. بص بقى لما نلعب الكوره بسرعه ايه اللي بيحصل؟ كل ده خلي بالك، وان تاتش، وان تاتش، لا ده الاولاني، ده لا ده الاول، ده الاول، ده الاول، لا ماشي بس ما حتى الاول وان تاتش فيها السرعه، بص السرعه ماشي. ادي الثاني لو تنفع تجيبها سليم من بدري شويه، ممكن تجيبها لنا من بدري شويه او من ورا شويه، بادجي يعني عملها كويس صراحه يعني، وعمل فيها شغل كويس فردي صح. خلي بالك بص، لما بنسرع الريتم طبعا توصل كتير، طبعا الفرق اللي قدامك مش عارفه تقف صح، بتستغل الموقف، بتجيب جوال، بتهدر فرص، توصل لجول كتير صح، اللعب على الاطراف زي ما قلنا، ما في تكتلات يعني الفرقه بتلعبك، ده يا ريت هما متكتلين يا كابتن، ده هما متكتلين، زي ما احنا قلنا هنلعب ب 4 5 1 في الاول، فهيبقى في 9، ده دلوقتي انت بتضربهم بباص، خلي بالك انت في الدقيقه 13 بتتكلم يعني من بدايه المباراه ضربتهم في باص، بص باص واحد، بص كام لاعبين، بص بقى لعيبه الترسانه في كام متر، 10 متر، 1 2 3 4 5 6 7 في تقريبا ما تكملش 10 او 15 متر، لعيبه الاهلي برده ما فيش انتشار، لا بس هو حسين الشحات يا كابتن يعني هو حل الموضوع، بس حسين الشحال حلل كل الموضوع ده، يعني انت بتتكلم في انك انت هم عاملين ماشي خلينا بقى ماشي، بص بعد ما راحت لحسين الشحات اللي هو الحل بتاعنا، انتشروا اللعيبه بتاعتنا بقى تكمل، اهو عندك واحد وعندك اثنين والثالث كمان مكمل، واي تكتل ما فيش حاجه بتضربه الا من على الاطراف، طالما اللعيب بص طالما الباك راجع بوشه، بدايتها اهي الباك راجع بوشه على الجون، تعرف انه الكوره جون على طول اهي كويس. شوف يا كابتن بادجي فين؟ ادي بادجي نص كمل، نص ملعبنا احنا، بص يعني ده مش شغله، لا مش شغله كمان، نزل قبل نص الملعب، بس لو طبعا لو بتلاعب فرقه اقوى من الترسانه صعب يعني، صعب هتبقى صعب ان هو اللي بيعمله ده يعني، لكن هي طبعا هو خدمته لان هو تعب فيها طبعا وكمل فيها وعملها كويس صراحه. بس عايز اقول لك كابتن برضو ان النهارده يعني حسين الشحات من افضل اللعيبه النهارده في النادي الاهلي، يعني اللعيبه من اللعيبه يا كابتن اللي بتحب الكره تروح لها، بيلعب السهل يعني، اللعب السهل وبيلعب بيطلع الكره من رجله صح، ايوه ما بيعكش كتير، ما بيزودهاش يعني، الكره دي لو واحد تاني ممكن يمشي بيها شويه، لا مش عارف يرجع تاني، مش عارف يبص للي تحت، فهو بيلعب السهل، فدي ميزه من المميزات اللي عند حسين الشحات يعني، ده مكسب برده النهارده طبعا لان هو بصراحه باصص، خلي بالك يا هاني في الكره
طبعا هو باصص قبل ما يلعب. كابتن يلعبها بالمنظر ده وبالقوه دي يعني هو عارف هي رايحه فين.